يلا عندي شيبسي وعصير وعندي مصاص، يلا عندي شيبسي ويلا عندي عصير. يلا عندي ألعاب دكتور، مين نفسه بنته تطلع دكتور ومين نفسه ابنه يطلع دكتور؟ أنا نفسي أطلع دكتورة لما أكبر. مين نفسه يطلع دكتور أو دكتورة شبهي؟ أنا عندي ألعاب دكتور بناتي وصبياني، مين عايز يطلع دكتور؟ عندي ألعاب دكتور جميلة قوي، عندي ألعاب دكتور جميلة قوي. هات 10 جنيه. بص أنا لسه ما استفتحتش، مش هقدر أديك 10 جنيه صدقني. هتجيب 10 جنيه ولا اخد لعبتين؟ انا دلوقتي معيش فلوس. طيب ماليش دعوه، لما استفتح هديكي فلوس زي كل يوم. لا خلاص هاخد لعبتين والنبي عشان خاطري. ماليش دعوه. بص جيلي بعد شويه اكون حتى اخدت يا ماما. ايه يا روز؟ طب انا قاعد ماليش دعوه. هو في حاجه؟ هو على طول بيجي ياخد مني 10 جنيه. هو اخوكي؟ لا هو مش اخويا، بس هو على طول بيعمل معايا كده، وانا دلوقتي لسه ما استفتحتش، انا مش عارفه اعمل ايه. وانت ليه هو عايز مني 10 جنيه؟ وانت ليه جابره حالك اللي انت بتديله 10 جنيه؟ هو بياخد من المنطقه كلها، لازم ياخد منها 10 جنيه. انت بتعمل ليه كده يا ابني؟ احنا اي حد بيجي يفرش في الشارع ده ناخد منه فلوس عافيه. ليه يعني؟ هو كده. طب امشي من هنا، ولو ما مشيتش من هنا هجيب لك العسكري، ولو قربت لها تاني مش هسيبك. طب القرعه هتنفعك؟ مش هتنفعك. انا همشي بس بعد شويه هاجي واخد بدل 10 50. ايه ده؟ ايه البلطجه دي؟ يا طنط هيجي ياخد قليل ادب فعلا. يا طنط بعد ما حضرتك هتمشي دلوقتي هيجي ياخد مني 50 جنيه. يا طنط طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب يا حبيبتي انت فين ماما ولا بابا؟ حد كبير يقف معاكي؟ ما بصراحه بابا سايب ماما، وماما تخينه قوي، عشان كده بابا سابها. ماما ما تقدرش تنزل يعني؟ ماما تخينه ما تقدرش تنزل، انا مش عارفه اعمل ايه. بصي يا ستي، هي حلها ان انا اخدك وخليكي تفتحي قدام العماره بتاعتنا، ومحدش هيقدر يجي جنبك. مامي مامي بجد يا طنط انت هدفتي؟ ايوه طبعا. فيها ايه يعني؟ ربنا يخليك يا طنط يا رب. بعدين انت زي بناتي، مفيش حد يزعقلي، محدش هيقدر يبص لك اصلا. شكرا يا طنط. يلا يا روزا يلا حالا. انا عايزه عايزه دي؟ ايه تمام. وانت عايزه دي؟ دي بس لما تجيبي لون بينك احلى. خلاص هي بتحب اللون ده عشان تبقى شبه اختها. بكام بقى؟ بصي يا طن كده 50 جنيه. تمام. الواحده ولا الاثنين؟ لا الواحده 25 جنيه. كده 50 جنيه. خلاص تمام يا ماما. بصي يلا بقى تعالي معايا. بصي ماشي يا طن، شيلي قدامي. يلا هاتي هاتي يا طن. لا اشيل معاكي. يلا يا حبايبي يلا جنبي. يلا بصي يا حبيبة قلبي، من النهاردة انت هتقفي في الشارع ده، الشارع ده البيع والشراء فيه أحسن من الشارع اللي انت كنت واقفة فيه 100 مرة، تمام؟ ثانيا ليه؟ إن أنا ساكنة في العمارة دي، فأي حاجة هتحصلك أو أي حد هيضايقك هتقولي كلمة واحدة بس، يا أم حياة، تلاقيني نازلة لك على طول، مش هسيب اللي هيضايق، تمام؟ حاضر شكرا، بشكرك أوي. على إيه يا حبيبتي؟ وأنت طيبة أوي والله. أم سوكا. نعم. من النهاردة أمنية زي بنتك بالظبط، هتقف جنبك تبيع اللعب بتاعتها، تبيع حاجة شبهك عشان ما تقوليش ايه الناس بتشتري منها ومش بيشتروا مني والكلام ده، هي بتبيع حاجة وانتوا بتبيعوا حاجة تانية خالص، خلي بالك منها وشيليها في عينيكي، ومش عايزة حد يضايقها عشان لو حد ضايقها أنا هضايق. خلاص اللي انت عاوزاه يا مدام. زي بنتك بالظبط. حاضر. لما تيجي تروح بالليل شيلي لها حاجاتها عندك، وتاني يوم تديها لها. حاضر. تمام كده يا أمنية؟ ربنا يخليكي يا رب. خلاص أي حاجة هتقولي إيه؟ أم حياة. أم حياة عندك على طول. حاضر. ماشي. أم حياة. ماشي. لو قصدي أي حاجة موجود. حاضر. يلا مين عايز يطلع دكتور؟ اللي عايز يطلع دكتور يشتري من عندي لعبة الدكتور. ماما. ايه يا سوكا؟ وانا لو خدت واحدة من بتوعها هبقى دكتورة؟ دكتورة ايه؟ وانت اتعلمتي اصلا؟ ما انا كنت بوديكي المدرسة وتهربي منها، تطلعي دكتورة ازاي؟ شوفي البنت بتتكلم نضيف ازاي، ولبسها نضيف وبتتكلم حلو، مش انتي؟ انا عاوزة جاكيت ابيض زيها. جاكيت ابيض؟ اجيب لك جاكيت اسود على دماغك. فيه يا ماما؟ نادي زيها يا بت، شوفي بتتكلم ازاي؟ اتكلمي زيها كده حلو.
اقول شيبسي؟ قولي شيبسي يا اختي. مدام ندى قال جايبه لنا واحده، انا مش طايقه بنتي اصلا، ادخل لها الحاجات واطلع لها الحاجات، ده انا طايقه بنتي بالعافيه. نادي يا ماما. نادي خلصي. عندي شيبسي، يلا عندي شيبسي، يلا عندي شيبسي. عندي العاب دكتور جميله قوي، مين نفسه يطلع دكتور؟ يلا عندي. طبعا عارف يا غزوله عايزه شيبسي وعصير صح؟ بابا. ايه يا غزول؟ لا يا بابا مش عايزه شيبسي وعصير. ايه ده مستحيل، انت كل مره تطلبي شيبسي وعصير. بابا لا بابا. ايه يا غزول؟ انا لعبه الدكتور دي حلوه قوي يا بابا. خلاص يا غزول اللي انت عايزاه يا غزول. سكن يا بابا، تعالى اجيب لك اللي انت عايزاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت قربت مسوكة؟ لا انا مش قربتها، انا استاذه ندى جايباني هنا عشان ابيع، عشان في عيال كانوا بيضايقوني في الشارع. بصراحه انا قلت كده برضه، والشكل غير الشكل، معقول الرقه دي تبقى قربتهم؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك بنتك على الكلام الحلو ده. عايزه ايه بقى يا غزوله؟ انا عايزه دي يا بابا. دي بينك. يا غزوله الله حلو يا بابا، هتبقي دكتوره قد الدنيا. سكن يا بابا. عمو عايزني اصورها لك بالبلطو ده لابسها لها. خلاص تمام انا موافق. بات الله عشت وشوفت اشوفك دكتور. يا رب يا بابا. يلا وسع عليك شوية بس. يلا غزول. الله على العسل، الله يا ناس. والله العظيم يا غزولة يا حبيبتي لايق عليك احلى دكتور. شكرا يا بابا. طب اما تكبري بقى تبقى عايزة تطلعي دكتورة ايه بقى؟ دكتورة اطفال وكبار. انت عسل، انت عسل الله. عاملة كام دي حبيبتي؟ دي عام 25 جنيه. خلاص تمام. بابا ايه؟ ما تجيب لي واحد زي حلو يا بابا. حاضر يا غزوله باذن الله هجيب لك واحد. ماشي يا بابا. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا. يلا عايز حاجه تانية يا غزوله؟ لا يا بابا انت احسن بابا في الدنيا. هاتي بوسه بقى، بوسه بقى. الله يا استاذ. إيه؟ مش عاوز عصير؟ لا 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 احنا اشترينا لعب، وكمان الحاجات دي لقيتكم طول النهار في الشمس. انا قلت الحمد لله اللي هي فتحت جنبكم. يلا يا غزوله. يلا يا بابا. ماما ايه؟ تحب اجيب طوبه وافتح لها دماغها؟ اتنيلي وتقعدي، تفتح لها دماغها ايه؟ هتودينا في داهيه. اقعدي ساكته، تنصيبه زهقتيني في حياتي انت. خلاص يا ماما انا اسفه. اتكتم واسكتي. يلا عندي العاب دكتور، عندي العاب دكتور جميله قوي، مين نفسه يطلع دكتور؟ ماما ايه يا سوكا؟ عارفه يا ماما كل ما حد يجي يشتري حاجه حلوه ويشوف البتاع اللي هي بتبيعها دي يقوم سايب الحاجه حلوه يروح يشتري من عندها. انا عارفه يا سوكا، البنت دي لازم تمشي من هنا. لازم ماما، بس دي تبع مدام ندى. بص يا سوكا انا هقولك تعملي ايه. بص يا سوكا الفلوس اهي، تحطوها في الورقه دي وتروحي تحطيها في الشنطه بتاعتها اللي هي بتحط فيها الفلوس. ولما تيجي مدام ندى هقول لها ان البنت دي سرقت من عندنا الفلوس. ماشي يا ماما. وانا هنادي عليها ساعتها. ماشي. امنيه يا حبيبتي. نعم. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايه البلطه الحلو ده؟ شكرا. ماما وبابا فين يا حبيبتي؟ ما بابا سايب ماما عشان هي تخينه قوي. تخينه؟ وانتوا منين؟ احنا من المنظره. المندارة. طب لو عوزتي اي حاجة نادي عليا على طول. عاوزة تغدي اعمل لك سندوتش، عاوزة تدخلي الحمام، اي حاجة نادي عليا على طول. حاضر يا طنط. تعرفي يا طنط انا بروح مدرسة الصبح وبدي اشتغل، بعد كده اروح لماما اشوفها هي عايزة ايه ومحتاجة ايه، وكمان بعمل شغل البيت كله، بعد كده بذاكر، بعد كده بنام. صعبتي عليا قوي. انا زي ماما، اللي انت تعوزيه انا هعمله لك على طول. شكرا يا طنط. بس مش زي امك تخينه. انا طنط تعيب عليها. لا انا بهزر معاكي. ماشي يا طنط. ماشي ربنا يقويكي. يلا عندي العاب دكتور، عندي العاب دكتور جميله قوي، عندي شيبسي، يلا عندي شيبسي وعصير ومصاصات. انا عايزه شيبسي يا بابا. انا جايبك ليه؟ اللي انت عاوزاه خديه. يلا ربنا يخليك ليا يا بابا. خدي شنطه، خدي فيها اللي انت عايزاه. خدي يا حبيبتي. انا هاخد من ده. ماشي. انت شوفي عامله فينا ايه كل يوم على كده. ربنا يخليها لك يا بت. الشيبسي كتير يا بت. اهو انا ماشي وراك يا عمي. بس مصاصه. مش عايزه من ده؟ هاخد شيبسي.
عاوزة تاني؟ يلا عندي يا بنتي خلاص دكتور، عندي العاب دكتور كده يا بابا. حلو كده، عاوزة حاجة تانية؟ بابا ايه يا بنت في ايه مالك؟ لعبة دكتور يا بابا. عاوزة ايه؟ عايزة العب الدكتور يا بابا، انا بحبها قوي اللعبة دي. مش عايزة جيبزي، مش عايزة جيبزي. مش عاوزة الحاجات دي؟ اه ليه يا استاذ؟ عاوزة لعبة جدعة شكلها. حرام لا دول والشيبسي. لا خد لها لعبة. عاوزة لعبة خلاص يا بابا. اه يا بابا عايزة لعبة. دي ولا دي؟ اختاري حاجة. لا لعبة يا بابا. تعالي خدي لعبة انت. على شكرا 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 شكرا. السلام عليكم. عاوزة عنه لعبة بقى. عايزة دي يا بابا. الله لعبة جميلة قوي. تعرف يا بابا انا كل يوم هاجي اشتري لعبه ومش هشتري شيبسيات خالص. انت مش بتبيع غير لعبه الدكتور ديت؟ لا انا كل يوم بلعبه جديده بجد. اه وطقم جديد بقى كل حاجه. خلاص بقى كل يوم هجيب لعبه جديده. خلاص ماشي. بكام يا حبيبتي؟ 50 جنيه يا عم. 50 جنيه احلى 50 جنيه. شكرا يا عم. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليك. عفوا يا عم. مبسوطة؟ مبسوطة يا بابا. لا مش عاوزين شكرا. يلا مبسوطة كده؟ ربنا يخليك ليا. أي خدمة. يلا عندي ألعاب دكتور. عندي ألعاب دكتور جميلة أوي. مين نفسه يطلع دكتور؟ مين عايز يطلع دكتور شبهي؟ ينفع للبنات وينفع للصبيان. يلا عندي ألعاب دكتور جميلة أوي. العاب دكتور. خير يا ام سوقه، اتصلتي بيا ليه؟ بصراحه في حاجه. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا سناده؟ في حاجه حصلت كنت عايزه احكي لك عليها. ايه اللي حصل؟ بصراحه مش عارفه اجيبها لك ازاي. ما تتكلمي يا ام سوقه. في ايه؟ البنت اللي انت جايباها. خلاص يا سوقه ما تتكلميش، انا هتكلم. ايه يا جماعه؟ بصي انا كنت حاطه 800 جنيه فلوس الجمعيه، كنت لسه قابضه جمعيه 800 جنيه، كنت حاطاهم هنا عشان الراجل بتاع البضاعه يجي ياخدهم مني. وبعدين ايه اللي حصل؟ وسبت سوكه هنا وخدت بعضي ودخلت جوه. تمام. امنيه جت تكلم سوكه وخدت الفلوس. اخد الفلوس كده قدامها عادي؟ ما هي خافت تتكلم عشان انا حذرتها وقلت لها مالكيش دعوه بامنيه خالص عشان خاطر مدام ندى. خافت تتكلم عشان خاطري وجت حكت لي، وانا ما رضيتش اتكلم غير لما اقول لك. وامنيه هتعمل كده ليه؟ سوكا انت متاكده ان امنيه هي اللي اخدتها؟ اه والله العظيم، حتى زنت انا شفتها بس ما رضيتش اتكلم، قلت اشوف في الاخر هتعمل ايه، يمكن بتهزر معايا بتديهم لي. حتى 800 جنيه متنايت ملفوفين بورقه بيضه. طب هي حطيتهم فين؟ في شنطتها. الشنطه اللي هناك دي اللي هي بتحط فيها الفلوس. اه بس استحيل امنيه تعمل كده يعني. روح لو مش مصدق انا روح. طب استنوا كده، انا سكت عشان خاطرك بس. يلا عندي العاب دكتور. ايه يا امنيه الشنطه دي؟ يا امنيه الشنطه دي بحط فيها الفلوس بتاعتي. يعني دي فيها فلوسك؟ اه يعني دي فلوسك؟ اه دي فلوس. طب تمام. وايه دي يا امنيه؟ الورقه دي معرفش. حراميه. انا ما اعرفش ايه اللي جابهم شنطتي. ايه اللي جاب فلوس ام سوكه شنطتك يا امنيه؟ صدقيني انا ما اعرفش. يعني انا قلتيلي بابا وماما منفصلين وماما تعبانه وتخينه ومش قادره تمشي، قلت اكسب فيكي ثواب عشان العين ما تغلصش عليكي في الشارع، وجبتك تفتحي تحت بيتي. والله قلتلك لو حد ضايقك قوليلي، وجيت نزلتلك بعديها بيوم قلتلك لو ماما حبيبتي محتاجه اي علاج قوليلي. صدقيني انا مش حراميه. امال الفلوس جت شنطتك؟ انا معرفش ازاي جم شنطتك. صراحه يا مدام ندى انا خفت اسكت المره دي، بعد كده تسرق حاجه في العماره وانا اللي البسها. انت قلت لها انا حراميه؟ لا انت جدع يا مسوقه، ما تسكتيش على الغلط. 100 جنيه ولا 200 جنيه عشان اسكت؟ انا والله ما حراميه. والله 800 جنيه بس يا حراميه، انا شفتك بعناية. بس يا سوكه بس خلاص، شوكة الموضوع ده هيخلص دلوقتي. والله انا مش حراميه. حاجتك دي والله انا مش حراميه. تاخديها وترجعي الشارع اللي انت كنت جايه منه. وليه عشان خاطري؟ ما تاخديش عادي فكره وحشه. اما انت حلال فيكي اللي عيالنا بيعملوه. والله والله انا مش حراميه. انت حاجتك حبيبتي. يلا والله انا مش حراميه. والله معلش. والله خير انت. والله انا مش حراميه صدقيني.
يا طنط والنبي صدقيني والله انا عمري ما ازعلك ابدا عشان انا حبيتك قوي واعتبرتك زي ماما. والنبي انا مش حرامية. لو كنت بتعتبريني زي ماما ما كنتش تحطيني في الموقف. طب انا مش عايزاك تغزليني في الموقف. ماما في الموقف ده وتعرف ان بنتها حراميه. طب دلوقتي رحت قلت لمامتك بنتك حراميه هتعمل ايه؟ والنبي ما تقولي لماما بس انا لسه مش حراميه. اتفضلي حتى ما انا مش حراميه ماما مش هتصدق حتى لو قلت لها صدقيني. اتفضلي يا مصطفى فلوسك. يا ضن انت زعلانه مني يا مدام ندى انا خفت اسكت والله. لا مش زعلانه. والنبي والله ما حراميه والله والله ما حراميه. نص ساعه لو الحاجات دي ما اتلمتش وكلمتيني في التليفون قلتي لي اتلمت ومشت انا نازله لها مش هسيبك. انا مش حراميه. هبلغ عليك العسكري مش هسيبك بعد اذنك. انا حراميه حرام عليك. ما تتكلميش مع سوكا خالص. تعالي يا سوكا يا حبيبتي. انا مش حراميه. يلا يا حراميه امشي من هنا يا حراميه. يلا يا حراميه. جدع انت يا سوكا بس مش عارفه تفكري والله يا ماما. وانا حمارة زيك ولا جاموسه كده هنبيعه لوحدنا كده والناس تيجي تشتري من عندنا. يلا عندي شيبسي وعصير وعندي مصاص. يلا عندي شيبسي ويلا عندي عصير.